المقدار، دائما نقول لكم المقدار، المغاربه دايرين المقدار نتاع الفديه ديال الطعام. مزيان سمعوني، الفديه على كل مسكين في النهار هي مد اي ربع الصاع. المغاربه الصاع عندهم 240 والمد الربع 60 درهم، ثلاثه تاع الدرهم. هذا هو الرسمي، لكن انا كنقول لهم شوفوا الله يرحمه 60 درهم راه ما تشريش حتى 60 درهم تاع الحليب، راه ما توكلش المسكين. الا انت لاباس عليك في المغرب على الاقل الله يرحم والديك خرج واحد 1000 فرنك، الله يجازيك بخير 10 درهم، الله يرحم والديك 60 درهم انا نحشم. هو راه هكذا افتوا بها المجالس العلميه ربع الصاع، ولكن 60 درهم واش تفطر؟ واش انا منين نجلس على الميده؟ التمر والحليب والعصير وخرينجو والبغرير والزيد والزلابيه والغربيه والحوت والكفته. احبيبي عندك 100000 باش تفطر وعطي 60 درهم؟ لا لا واجب نفطر معاك، ما تعطي 60 درهم منين تجي تفطر؟ كل نهار جيب واحد فطر معاك اسيدي، صافي يفطر معاك، جيبو يفطر معاك، شحال ماكله ياكل غير تمره 60 درهم، تمره 60 درهم راه دير 4000 فرق، تمره راه دير 60 درهم، 60 درهم انا كاع ما جاتنيش هذه كاع، ولكن 60 درهم داروها المسائل الرسميه. عبد الله الناري راه يقول لك جيبو ياكل معاك على هذيك الميده، كنت مزلوط عندك غير لاتاي يشرب لاتاي واخا حتى 4 درهم. كنت ابا من ذوك الناس اللي ياكل ابن عمي شي مختار يدخل عند شي ناس يتلف منين يبدي؟ منين يبدي؟ منين يبدي؟ فتر يقول له 60 درهم، كي درت لها؟